هما حبابي كي دايرين كي خير كي صبحتو كي دايرين مع الصحه. دابا بغيت نشارك معكم واحد الطويجين بالزبيب والبصله. ايوا قلنا اليوم نبدلو شويه وصافي بلاد معايا كل نهار نهار رزقو. زوينة غطي عند الجرادي ديك البصلة كتكون ما هي حمراء ما هي بيضة. ايوا كنت شارك معاكم هاد الطويجين هم نمشي دابا نغسلها وندير فوق دوك الحيمات وندير عليهم شوية الزبيب. دابا انا كنغسلها دابا الحيمة تا هما كيطيبو. درت الزيت درت العطريه شويه البزار شويه ديال الخرقوم شويه ديال الملحه. دابا عاد غندير شويه القرفه فوق البصله ها هي. شويه الحباب ديالي الزينين انا غندير شويه القريفه ها هي اللي كتصايب البصله ونجيب دابا ندير شويه الزبيب. دابا هذا هو الزبيب ها هو دابا هو الزبيب ها هو ها نتوما ومرحبا بكم. شويه السنيده من فوق باش يجي مع السلام. هذا هو الطاجين ديال هذا النهار هانتوما اللي شاركنا معكم. طاجين بالزبيب واللحم والبصله هانتوما حبابي. ايوا حبابي ما نطولش عليكم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انه يعجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصدقاء. وكنقدم تحيه خاصه للناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله عليكم. على الاقل كنكونوا فكرناكم بريحه البلاد بشي حاجه اللي غتفكركم بالوالدين. كتعرفوا ان الطاجين بالزبيب انه شحال هادي من القديم الزمان ووالدينا كيديروهم. انتم احبابي كتشوفوا معايا ما شهيتكم فيه باقي سخون طايب يا البنات. انتم يوم ما نطولش عليكم تهلاو ليا فراسكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.